فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ما جاء في صحيح مسلم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وسبق بعض الحديث والشرح عن هذه. وقفنا مع المؤلف عند قوله بعد ذلك: فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله. من جملة التشبه الذي نهانا الله ورسوله عنه بأهل الكتاب تشبه بهم في تلقيهم لأوامر الله ورسله. نعم. أنهم كانوا يتلكؤون عند التلقي ويتكاسلون، الله سبحانه وتعالى عاقبهم وشدد عليهم. وكما سبق أنهم أيضا كانوا يكثرون الأسئلة بدل أن يبادروا بالامتثال، يكثرون الأسئلة والإشكالات، فالله جل وعلا عاقبهم، حملهم آثارا وأغلالا.